أهلا بكم مجددا. أقدم شخص على قتل سيدة مع أولادها طعنا، وذلك بالتعاون مع ابنتها في منطقة السيدة زينب في دمشق. وأفادت وزارة الداخلية التابعة للنظام بإلقاء القبض على القاتل داخل منزل مهجور وعليه آثار الدماء في منطقة الجريمة، مشيرة إلى أنه وخلال التحقيقات اعترف الجاني بارتكابه الجريمة بالتنسيق مع صديقه وابنة المغدورة، حيث سهلت دخولهما إلى المنزل بدافع السرقة. في جنوب البلاد قتل عدة أشخاص وأصيب آخرون في محافظة درعا من جراء حوادث إطلاق نار متفرقة. وقال تجمع أحرار حوران إن شخصين قتلا وأصيب شخص بإطلاق نار مباشر في مدينة جاسم، كما أصيب 6 أشخاص باستهداف مشغولين لحفل زفاف بأسلحة الرشاشة في مدينة نوى أدى إلى وفاة أحدهم. هذا وتعرض 3 أشخاص لجروح على خلفية مشاجرة تطورت إلى استخدام السلاح الأبيض ومن ثم إطلاق نار في حي شمال الخط في درعا. قتل شخصان بانفجار عبوة ناسفة في دراجة كانت تقلهما في جرابلس في ريف حلب الشرقي. ونقل فريق الدفاع المدني السوري أن العبوة كانت مزروعة في دراجة الضحايا وانفجرت على طريق جبل كوسا، ما سبب وفاتهما على الفور. هذا وتسجل مناطق سيطرة الجيش الوطني تصاعدا بالتفجيرات الحاصلة عبر عبوات ناسفة تزرع في مركبات الضحايا معظمها على يد مجهولين. هدد النظام كل من يقوم باستخدام تطبيق يدعى ويجل واي فاي للمساءلة القانونية بذريعة خطورته على اختراق الهواتف المحمولة. هذا وكان النظام قد أطلق تحذيرات عبر ما تسمى الهيئة الوطنية السورية لخدمات الشبكة من هذا التطبيق، مشيرة إلى أن خطورته تكمن في جمع معلومات عن كل الإشارات اللاسلكية الشبكية ومواقعها الجغرافية والمنشآت التي تستخدم هذه الإشارات اللاسلكية على حد زعمها. قام رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي بتكليف المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم بشأن متابعة موضوع إعادة اللاجئين السوريين. هذا وكان ميقاتي قد طالب في رسالة وجهها للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لوضع خريطة طريق واضحة لمعالجة أزمة اللجوء السوري على حد تعبيره، محذراً مما وصفه خروج الوضع في لبنان عن السيطرة بسبب اللاجئين السوريين، زاعما أن كلفة أزمة اللجوء على اقتصاد بلاده تقدر بأكثر من 3 مليارات دولار سنويا. أنقذت سفينة مصرية قاربا كان على متنه 60 مهاجرا في طريقهم إلى أوروبا أغلبهم سوريون. هذا وأعلنت وزارة النقل المصرية أن السفينة التابعة لها استجابت لنداء استغاثة من قارب كان عالقا في البحر المتوسط لمدة أسبوع تقريبا، مشيرة إلى أن من بين العالقين 12 سيدة و20 طفلا و4 رضع، بعضهم كان بحالة أعياء شديدة لقلة الطعام والشراب، لافتة إلى أنهم الآن بحالة صحية جيدة وتم تقديم الرعاية اللازمة لهم.